صلي على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخواني الأعزاء، إحنا بقضية العراق، خصوصا قضية العراق، إنه إذا شفنا رجل ناجح في حياته نستهدفه، نسطب كل مجالات عمله، بأي عمل يدخل به أسطبه. إخواني الأعزاء، أنا هذا البيج فاتحة حاليا، فاتحة إنه الفائدة الناس مو فائدتي، يشهد الله شهادة إنه لا أدور طشة ولا لكن أنا أحس بواجبي الشرعي، هذا لابد أن أتكلم من هذا المنبر، هذه نافذة أخاطب الناس بها وأسقط واجبي الشرعي لا أكثر ولا أقل. وأما أنه معرفة الشارع يريد يعرفني يريد ما يعرفني، أنا بعض الأحيان أنزل متخفي، يعني بعض الأحيان أنزل متخفي بيني ما بين الله، الله فوقي وجهنم جواي. لكن إخواني الأعزاء، أنه نزلت الآن بيجات باسم الشيخ جاسم الصيادي، هذه البيجات لا تمتد إلي بأي صلة، لا من قريب ولا من بعيد، هذه بيجات تستهدف الشخصيات اللي موجودة حاليا بالعراق والشخصيات اللي ناجحة، إنه يحاولون يسقطون هذه الشخصيات. لماذا؟ لهم مآرب أخرى، لأنه تضرب في مصالحهم الشخصية. إخواني الأعزاء، قلت أنا بسبق أنه قلت أنه أكو بيجات نزلت باسم الشيخ جاسم الصيادي، واللي ناشرها على صفحته هو الشيخ شهيد العتابي. الشيخ شهيد العتابي صديقي الرجل لا ينكر، لكن نفسية البيج مال الشيخ شهيد العتابي والبيج اللي هو مشارك به الصفحة اثنيناتهن مؤنة، يعني اثنيناتهن يعني تزوير وخداع للناس، يعني بيج الشيخ شهيد العتابي مع بيج الشيخ جاسم الصيادي، ونازل بعض المقاطع اللي هم على أساس أنها تسقط. أنا موجودة عندي فيديوهات في جميع القنوات وما خجلان، وبعض القنوات زارتني بيتي، أنا ما خجلان من عتها نهائيا لا والله هيابه، ويكون كلامه مؤدب حتى مع كثير من الناس، أنا كلامه مؤدب معهم، يعني ما أسقط أي إنسان، لكن أوجه انتقادات نعم، لكن اللي أزعجني وزعلني أكثر أنه لقيت أحد المشايخ يعني بأثناء داخل على الصفحة اللي هي صفحة شيخ شهيد العتابي يعني التزوير المزورة مع بيج الشيخ جاسم الصيادة أيضا المزورة، وجاي يدلي بكلامه على أساس أنه فد واحد فاهم يابي ويقول هذا الشيخ احنا نعرفه، وعلى أساس هو يسقط. أنا أزعجني كلامه لأنه على أساس هو رجل دين، لكن أنا أقول لهذا المعمم اللي معلق بذن البيجات التزوير، بيج شيخ جاسم الصيادي مع بيج شيخ شهيد العتابي، انه اقول له لو كان كل كلب عوى، كل كلب عوى القمته حجرا لاصبح سعر الصخر مثقاله بديناري. هاي خليها معلومة عندك يا شيخنا الجليل ويا حبيبنا، يعني تعرف شنو معناها؟ معناها انه اذا كل كلب من عندنا يعني كل كلب يعوي، إحنا لازم نحضر له حجر. ويا مكثر الكلاب التي تعوي مثلك ومثل أمثالك، مثلك ومثل أمثالك، يعني داري كل واحد أضربه بحجر أحتاج هواي حجر، هواي حجر أحتاج، ولازم الحجر ما أشتري حجرة واحدة، لازم يعيروا ليها بسعر الذهب حتى يكون أشتريها، لأنه ما ظل حجر، ما يظل حجر، لأن يا مكثر الكلاب مثلك ومثل أمثالك. طبعا هي مو أخلاقي، لكن أنا أرد عليك أنت من ضمن التعليقات، وإذا تريد ما عندي مانع أنشر اسمك وأنزل عليك دوسة ونص، وكائن من تكون أنت. لكن أكرر كلامي، هذه الصور اللي خلفي حاليا بيجي وبيج شيخ شهيد العتابي لا يمتد لنا بأي صلة، أي بيج من ذني ينشر أي كلام، أي كلام أنا بالنسبة لي أيضا مسؤول عن بيجي، أي كلام يصدر من خلال هذا البيج اللي حاليا أنا أنشر به، متابعين به يعني 80,000 متابع، والمعجبين تقريبا 47,000 معجب به، وما عندي صفحة على الفيسبوك نهائيا، أي صفحة ما عندي على الفيسبوك، صفحة عندي وهمية أنه أتعامل بها، أشوف آراء الناس اللي يموت اللي يعدل الكذا، الأصدقاء حتى الأصدقاء اللي أنا مصادقهم ما يعرفوني أنه أنا شيخ جاسم الصيادي من خلال هذه الصفحة، لكن ما عندي صفحة على الفيسبوك، أنا فقط عندي هذا البيج، قلت لك متابعين 80,000 والمعجبين تقريبا 46,000 أو 47 بعد، يعني أنه نحو التصاعد، وما عندي أي بيج لا أنا ولا شيخ شهيد العتابي، وكفاكم استهدافا للناس الناجحين، وجزاكم الله ألف خير. إذا تقدر أنت تسوي بيج وتكلم مثلنا، ومسألة عادية ليش تستهدفنا مثلا، ليش تأخذ أنت يعني
كلامنا. المهم اي شيء يصدر من هذا من هذا البيج فقط، انا دنيش البيجات ما انا بالنسبه لي قاعدتي انزل فيديو، انزل فيديو هذا يكون مبرر، لانه انا 100% هو تو انا سووا البيج يعني ما اعرف ايش كم يوم بس بمعجبين كثيرين ونازلين فد 3 فيديوهات 4 فيديوهات، انا اعرف انه راح يستهدفون بعض الشخصيات بعض يعني رؤساء الاحزاب الكتل، انا ما لي علاقه بهاي السالفه نهائيا كتابه، ما لي علاقه. انا هذا بيجي الان بيجي الشيخ جاسم الصيادي بارقام تليفوناتي الخاصه بي وما عندي غيرهن، هن نفسيه العائلتي هن نفسيه، ومؤكد برقم التليفون ايضا على البيج هذا. وانا بالنسبه لي ما يمتدن اي بيج لي باي صله لا من قريب ولا من بعيد، فقط هذا البيج اللي انا اتعامل به، فقط هذا البيج بارقام تليفوناتي بشغلي بعملي، واي كتابه تظهر من ذلك البيج انا ما مسؤول عنها نهائيا. اما هذا البيج لا، البيج هذا موجود 80 ألف، قلت لك هذا تصدر منه كتابات تصدر من عنده فيديوهات، فهذا البيج راجع لي. ونسال من الله سبحانه وتعالى ان يرفع هذه الأمة عن هذه الأمة وأن يخلصنا من هؤلاء الناس، يعني أسأل من الله يصلحهم بحق محمد وآل محمد. لا تنسونا بأفضل الدعاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خادمكم الشيخ جاسم.